القضية الفلسطينية. لسه كنت بسمع خبر الحقيقة من زملائي الأعزاء في عن قطاع غزة، والخبر بيقول إنه الصيادين رغم كل القصف بيخرجوا ويرموا شباكهم في البحر ويجيبوا اللي يجيبوه ويرجعوا. فطبعا الناس لازم تعيش والحياة لازم تدور، يعني مهما كان فيه ما عندوش وسيلة غير إنه يحاول قد ما يقدر. المساعدات المصرية ما زالت طبعا طول الوقت مستمرة بكل أشكالها، وأعتقد يمكن من خلال الجو بنشوف المساعدات تقريبا نتابعها طول الوقت علشان تكون أقرب وأسرع إلى أهالينا في قطاع غزة. المتحدة لم تنسى طبعا هذا الموضوع، لأن احنا كلنا عايشين القضية الفلسطينية، احنا بنتابع على الهوى معاهم. فالقضية الفلسطينية كان مهم جدا وجودها كملف مهم في الدراما المصرية، يعني لم تنسى أبدا يعني صناعة الدراما في مصر في وسط الموضوعات الاجتماعية اللي ممكن تكون مهمة للمجتمع المصري، ولكنها لم تنسى القضية الفلسطينية أبدا. فكان مسلسل مليحة، ومسلسل مليحة الحقيقة تفاصيل كتير وتعمل في وقت طبعا قصير جدا، ولكن طبعا يعني رغم كل هذه الظروف بيحاولوا ان هم يعملوا نوع من انواع التوثيق، وما بين العمل الاجتماعي، ما بين القضيه، ما بين ما يحدث بشكل فعلي في قطاع غزه. كان اهم حاجه يكون في صوت راوي، والصوت ده هو اللي ينقل لك الاحداث، وهو اللي يعمل لك إقرار بما يحدث، وتحس من خلاله وكأنه هو يعني راوي الحكاية كلها، فتبقى أنت متابع معاه. وطبعا ما فيش أجمل ولا أكثر خبرة من الفنان سامي مغاوري اللي بينورني على التليفون. مساء الخير. مساء النور، وكل سنة وانت طيب، والسادة المشاهدين بخير، وأسرة القناة الأولى بخير، انت بألف خير، كلها بخير ان شاء الله يا رب، وانت بألف خير. يعني وجودك كراوي للاحداث من خلال مليحه، كلمني تعاملت معاها ازاي؟ والله انا في الاول كنت معتقد ان انا همثل الشخصيه فقط اللي هيبدا ظهورها من الحلقه ال11. تمام. وهي شخصيه تكاد تكون شخصيه تاريخيه جدا. أيوة. وحقيقيه، وجد الشخصيه اللي انا هلعبها أحد المناضلين القدماء من أهالي سيناء الحبيبة، وله مواقف بطولية كبيرة جدا 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 هيتم إلقاء الضوء عليها من خلال هذا المسلسل. فأنا قابلت الدور لما عرفت أن هذا المسلسل إخراج الأستاذ عمرو عرفة، وبيتناول قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقضية فلسطين بالأخص، فأنا وافقت على طول يعني بدون تفكير. وفوجئت ايضا ان في جزء تاني للشخصيه اللي انا ببصلها، اللي هو شخصيه الراوي. ايوه. ان هو من الحلقه الاولى بيحكي الاحداث التاريخيه. صحيح. قبل اعلان وعد بولفور لليهود. فانا فرحت جدا، وخصوصا ان الاجيال الحديثه محتاجه جدا انها تعرف طبعاً معلومات كتير جدا عن القضيه. طبعا، لان انت حضرتك بتحكي مصر ومعاها صور ومعاها احداث فطبعا بيبقى نوع من انواع التوثيق اللي برضو بيبقى مهم بالنسبه لناس كتير. يعني هو توثيق بالصوره وبالتاريخ وبالصوت، وبعدين كمان علشان الاجيال الجديده تعرف دور مصر مع القضية الفلسطينية منذ قبل سنة 1907. صحيح. طب كلمني عن الكواليس أستاذ سامي، يعني يمكن مسلسل مليحة من المسلسلات اللي ما نقدرش نقول عليه مسلسل، احنا بنتكلم عن واقع احنا عايشينه، عايشين طبعا ما يحدث في قطاع غزة، واحنا كمصريين عايشين القضية الفلسطينية، يعني أجيال سلمت أجيال، ونحن يعني القضية الفلسطينية شأن وكأنها شأن مصري مهم جدا. تمام تمام. هو في جزئين، يعني الحلقة بتبقى على جزئين، جزء اللي فيه الأحداث الوثائقية السرد التاريخي، والجزء الدرامي. فالدراما هو مسلسل أحداثه شخصيات مصرية وشخصيات فلسطينية، وبتتعرض لبطولات الجيش المصري وقوات حرس الحدود. أيوة. في حماية الحدود المصرية الغربية أو الشرقية، وإزاي الضابط المصري والجندي المصري دوره ما بيبقاش فقط حماية الحدود، وإنما حماية المشاعر والحفاظ. صحيح. على أرواح البشر أيا ما كانوا. وبنشوف دياب، شخصية دياب إزاي بيقف جنب مليحة وجنب جدتها وجنب جد، يعني وهو الواقع الحقيقة، يعني دياب بيعمل الواقع المصري الذي يحدث دائما،
يعني خط موازي ايضا احنا بنشوف الاسره المصريه اللي بتعيش وبتصارع الحياه وواقفه جنب اولادها وبتدعم وهي في عز وخضم الاحداث الخطيره المحيطه بها. يعني بتشوف دور الاسره المصريه القويه اللي عمرها الاف السنين اللي جواها رغبه في الحياه وفي الامل وتربيه الولاد والعيال وبتقاوم المرض وبتقاوم كل شيء من اجل، وبرغم هذا بنشوف ازاي ولادها بيقفوا جنب القضيه الفلسطينيه وجنب مصر. أكيد. فإحنا بنشوف الدراما مكملة أيضا للأحداث. أكيد، وده دور مصر دايما. هننتظر ظهورك إن شاء الله في الحلقات، وبشكرك، نتمنى لك التوفيق دايما في كل ما تقدمه. الفنان سامي مغاوري، وهو الصوت الذي يعلق على الأحداث أو راوي الأحداث.